للحياة قواعدها التي لا نتحكم بها، فإذ بها تكتب نهاية سريعة ومبكرة لمن كان يصنع البدايات والنهايات لقصصها المتشعبة. مروان نجار، صانع الحكايات لأكثر من نصف قرن، استسلم للمرض بعدما كان قبل أقل من شهر يشكو من غياب الأعزاء، ويعبر عن حاجة لتفقد أشقائه الثلاثة الحاضرين في وجدانه. من أنت يا ديالا؟ مسيرة مروان نجار تعود إلى منتصف السبعينات مع فورة الأعمال الدرامية على تلفزيون لبنان، حيث وجد مكانا لقصصه التي استهلها بديالا عام 76 مع الراحلة هند أبي اللمع، قبل أن تتوالى الأعمال على مر السنوات في إطار كوميدي درامي لطيف ومحبب ولغة محكية مختلفة عما كان سائدا. وفي التسعينات حول مروان نجار الدراما من قطاع إلى نهج، والأسماء والأدوار من شخصيات إلى محطات في الوجدان. الأستاذ مندور، فارس ابن أمه، مريانا، بنت الحي، شخصيات باتت في صلب الأنثروبولوجيا الحديثة. نحن وإنتو وإن ما كنتو حتى ما نبقى غير نحن طالبين القرب، تحول لقاموس للعلاقات الإنسانية الحديثة التي طالت مواضيع المجتمع بكل ما فيه. بيت من أحلى بيوت راس بيروت، ومن أحلى بيوت راس بيروت أدخل الدراما بكاملها إلى العصر الجديد، وساهم كما كل الأعمال الأخرى بتخريج أجيال من الممثلين الذين كان الفضل لمروان نجار باكتشافهم. مسيرة مروان نجار تنسحب إلى المسرح أيضاً، الذي شهد على مر ثلاثة عقود عشرات الأعمال والمسرحيات والعروض، وقطاع الإعلانات الذي تميز فيه مع شقيقه الراح الرمزي بالذكاء والحنكة، وعالم الصحافة حيث كان صحفيا وكاتبا ومعدا وناقدا وأستاذا محاضرا في كليات الأعلام. كيف العمر بالسر عغفلي مرأ، لا استأذن ولا قال مثل اللي انسرق، احترنا وسألنا ما لقينا ولا جواب، مطرح ما هن الأجوبة سكت الورى. سيفقد لبنان الكثير بغياب مروان نجار، ولا شك أن هوة الفراغ ستتوسع بعدما ضاع اسم جديد ممن كانوا يمتهنون صناعة الخيال.